للتذكير في رحاب الخيمة العاشورائية بأرض راية العز بلدة النويدرات نذكر الإخوة والأخوات بالفعاليات القادمة. أولا نهيب بجماهير شعبنا المشاركة الواسعة في مراسم زفاف قواسم البحرين في ليلة الثامن من المحرم تأسيا بالقاسم بن الحسن وتخليدا لذكرى الشهداء الأبرار. ثانيا رفضا للاحتفالات الخليفية بعيد جلوس الطاغية نعلن عن الفعالية الكبرى تحت شعار يسقط حمد وذلك يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل. ثالثا إحياء لعيد الشهداء الأبرار الذي كتب بدم هاني الوسطي وهاني خميس وتخليدا لذكرى شهداء البحرين كافة نعلن عن التظاهرة السنوية الكبرى وسط العاصمة البحرانية المنامة يوم 17 من ديسمبر المقبل، فكونوا على الموعد يا شعب الشهداء. رابعا نهيب بجماهير شعبنا بالجهوزية العالية لاستقبال العام الثوري الجديد 2014 ميلادية والتأهب التام للفعاليات الكبرى في الذكرى السنوية الثالثة للثورة يوم 14 من فبراير المجيد ليعلو هتاف الواثقين إلى عنان السماء ثورة ثورة حتى النص. خامسا نؤكد أن ميدان الشهداء هو موعدنا القريب بإذن الله، فلا تنازل عن العودة لميدان الشهداء وإقامة الاعتصام المركزي الدائم للثورة، وليستعد الجميع للتحرك نحو الميدان في المواعيد التي تحدد لاحقا، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير.